نشرة مفصلة للأنباء والبداية مع العناوين. البرهان يعزو قراراته إلى تجنب حرب أهلية في السودان ووجود عداء ضد الجيش، ومكتب حمدوك يؤكد استمرار الإضرابات والعصيان. إيران تؤكد استئناف محطات الوقود عملها جزئيا بعد الخلل الذي تعرضت له. الجيش اليمني واللجان الشعبية يتقدمون في مأرب ويسيطرون على منطقة الجديدة مركز مديرية الجوبة. الرئيس اللبناني يؤكد أن لا عودة للحرب الأهلية في لبنان، والبطريرك الماروني يستهجن استدعاء جعجع للتحقيق. أهلا بكم. أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن المخاطر التي شهدها السودان الأسبوع الماضي كان من الممكن أن تقود البلاد إلى حرب أهلية. وفي مؤتمر صحفي قال البرهان إن تحرك الجيش جاء بعد شيوع أجواء من العداء للمؤسسة العسكرية، وأشار إلى أن مبادرة رئيس الوزراء جرى اختطافها. هذه المبادرة افترض أنها تلم كل الصف الوطني وتجمع كل القوى السياسية. المبادرة كانت تقوم على أنها في البداية توحد قوى إعلان الحرية والتغيير، ومن ثم تنظر إلى القوى الأخرى المتوافقة المؤمنة بأهداف الانتقال الموجودة في الميثاق الدستوري، ومن ثم توسع هذه الحاضرة وننظر إلى المستقبل سويا. حتى تحدثنا في تفاصيل ما هي المناطق أو الوظائف التي يمكن أن نشارك فيها القوى السياسية الغير موقعة على إعلان الحرية والتغيير بخلاف المؤتمر الوطني. اطرحنا أنه يمكن يشاركوا في المفوضيات، يمكن يشاركوا في المواقع في مجلس التشريع. هذا كله تحدثنا فيه، لكن بكل أسف مبادرة رئيس الوزراء تم اختطافها بواسطة مجموعة معينة وأغلقتها على نفسها، وبدأت تتحدث في أمور حتى أمور خاصة بالقوات المسلحة نحن لا نعلمها، ونحن أيضا أخصينا من هذه المبادرة. القوات المسلحة ما كانت ممثلة في هذه المبادرة وهي شريك أصيل في الانتقال. مكتب رئاسة الوزراء في السودان أكد أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وزوجته وعدد من أعضاء مجلس السيادة والوزراء والقادة السياسيين اقتيدوا إلى جهة غير معلومة على يد قوة عسكرية. ووصفت رئاسة الوزراء ما حدث بتمزيق الوثيقة الدستورية، متهمة حزب المؤتمر الوطني الحاكم خلال فترة حكم البشير بالوقوف خلف التحركات. وحمل البيان القادة العسكريين في الدولة السودانية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة حمدوك وأسرته، ودعا البيان الشعب السوداني للخروج والتظاهر واستخدام كل الوسائل السلمية لاستعادة ثورته من أي مختطف. وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي أبلغت في رسالة إلى نظرائها في الدول الأفريقية والعربية والغربية أن رئيس الحكومة حمدوك وأعضاء حكومته في مكان غير معلوم حتى اللحظة. وذكرت وزارة الإعلام السودانية في صفحتها على فيسبوك أن وزيرة الخارجية أعربت في رسالتها عن إدانة الحكومة ما وصفته بالانقلاب العسكري، وأن لن تستسلم لإعلاناته غير الدستورية وستقاومه بكل وسائل المقاومة المدنية. وكان مسؤولون في وزارة الصحة السودانية أعلنوا مقتل 7 أشخاص وإصابة 140 من جراء إطلاق القوات العسكرية الرصاص الحي على المتظاهرين. في غضون ذلك أفادت رويترز نقلا عن شهود بانقطاع الاتصالات في السودان غداة الانقلاب العسكري في البلاد. وفرضت قوات مشتركة من الجيش وقوات الدعم السريع حظر التجول في مدينة أم درمان، كما اعتقل الجيش عددا من المحتجين. يضربوا رصاص ثلاث كرة بتاع الصوت، يضربوا البومان، يضربوا رصاص في 2 وقعوا بين المعنى، أنا شفتهم بعيني، وفي بتاع تاتشر وطلعوا واحد عديد ورجعوا فيهم مرتين يا زول، ده ثالث واحد أنا شفته. الوضع في السودان من المقرر أن يكون على طاولة مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد جلسة مغلقة بحسب ما أعلن دبلوماسيون لوكالة رويترز. جاء ذلك بعدما طلبت 6 دول في المجلس عقد اجتماع عقب الإجراءات العسكرية في البلاد. الجلسة ستكون مغلقة وسيقدم الممثل الخاص للأمين العام في السودان إفادة إلى أعضاء المجلس عن تطورات الأوضاع في بلاده.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دان إجراءات القوات العسكرية السودانية، وفي بيان له رفض حل الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون والمؤسسات المرتبطة بها، داعيا إلى إعادتها إلى العمل فورا. موقف بلينكن تزامن مع إعلان واشنطن تعليق المساعدات العسكرية المقررة لدعم العملية الانتقالية في السودان، وفق ما أعلنت الخارجية الأمريكية على لسان المتحدث باسمها. منذ إعلان الانقلاب في السودان يظهر رصد الإعلام الإسرائيلي حضور تل أبيب، سواء في الانقلاب بعينه أو في السعي لاستغلال ظروفه. غراسيا بيتر. حددت إسرائيل أو تكاد موقفها من السودان بعد الانقلاب. هي تتابع باهتمام كبير ما يجري هناك. هذا على الأقل ما يظهره الإعلام الإسرائيلي في أكثر من موقع، فاضحا شبه التبني الإسرائيلي لانقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ضد رئيس الحكومة عبد الله حمدوك. فإسرائيل تدعم الجيش السوداني لأنها ترى أنه الجهة الأقوى في الدولة، وهذا أمر حيوي لمنح السودان المزيد من الاستقرار وتعزيز علاقاته مع الولايات المتحدة والغرب وإسرائيل تحديدا. هذا ما ينقله موقع إسرائيل هيوم عن مصدر إسرائيلي انتقد موقف واشنطن من الانقلاب في السودان، قائلا إنه من الأفضل عدم دعم رئيس الحكومة بل دعم قائد الجيش. وفي مكان آخر تقول إسرائيل هيوم إن التطورات في السودان قد تمثل سببا لقلق إسرائيل وإدارة بايدن على حد سواء، فالهدف الأساس هو استكمال عملية التطبيع، ومن هنا فإن الانقلاب يخدم إسرائيل لأن حمدوك لم يكن من دفع لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بل إن هذه الخطوة المهمة بحسب إسرائيل هيوم هي القيادة العسكرية برئاسة البرهان قائد الانقلاب. القناة 13 الإسرائيلية تعيد التوتر بين الجناح العسكري والمدني في السودان إلى خلفية الخلاف حول التطبيع مع إسرائيل تحديدا. العلاقات الجيدة هي مع العسكر الحاكم، وهنا العلاقات السرية ستبقى. السودان لم يعد حليفا لإيران، وإسرائيل ستفرح جدا بالحفاظ على هذا الوضع. بعد إعلان الانقلاب توقفت العلاقات بين السودان وإسرائيل. قد تكون تل أبيب دعمت الانقلاب أم لم تدعمه، لكن الأكيد أن مقاربتها لما جرى في السودان ينطلق من سعيها لأن تشهد وزير خارجيتها يدشن سفارة الكيان في الخرطوم قريبا. أعلنت المتحدثة باسم الشركة الوطنية لمشتقات النفط في إيران فاطمة كاهي أن 40% من محطات الوقود استأنفت عملها في توزيع مادتي البنزين والمازوت. كاهي قالت أن المساعي مستمرة لحل الخلل التقني سريعا لعودة توزيع البنزين بالسعر المدعوم. ونقلت مواقع إخبارية إيرانية أن الخلل الذي تعرضت له محطات الوقود في إيران ناجم عن هجوم إلكتروني لم يحدد مصدره بعد. معنا من طهران مراسل الميادين مالك عابدة. مرحبا بك مالك. إذن هناك هجوم إلكتروني لم يحدد مصدره بعد، هل هذا العطل الناجم في محطات الوقود شمل محافظة معينة أم مجمل المحافظات الإيرانية؟ نعم محمد، يعني حتى هذه اللحظة وحسب الأخبار المتناقلة بشكل رسمي في وسائل الإعلام الإيرانية فإن هذه الأزمة، أزمة المحروقات، الآن هي في معظم المناطق الإيرانية وفي معظم المدن ومحطات توزيع الوقود ومشتقات النفطية. ولكن اللافت للانتباه وما ما ما تم الإعلان عنه حتى هذه اللحظة بأن هذه المشكلة، أزمة توزيع المحروقات، يتم رفعها ويتم حلها بشكل تدريجي، حيث يتم الاستغناء حاليا عن المنظومة الإلكترونية الخاصة بتوزيع المحروقات، ويتم الآن تعبئة البنزين في شكل يدوي. بمعنى آخر أن الكرت أو البطاقة، بطاقة المحروقات المخصصة للمواطنين الإيرانية، يتم وضعها جانبا ومن ثم يتم تعبئة البنزين عبر دفع، وبالتالي تم تجاوز المحنة مؤقتا وليس عن طريق البطاقات البنكية أو البطاقات توزيع المحروقات. رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليبوف قبل قليل أمر لجنة الطاقة بمناقشة الوضع الحالي للمحروقات في البلاد وتقديم
حلول للجهات المعنية. ووزير الداخلية أيضا يعني منذ ساعات شاهدناه وهو يدعو الناس في جميع المناطق الإيرانية لعدم القلق والتخوف من رفع سعر البنزين، مؤكدا أن هذه المشكلة ليست مقدمة لرفع أسعار البنزين أو المشتقات النفطية، وإنما هذه المشكلة هي بسبب تقني وسيتم حل هذه المشكلة عما قريب. ما لاحظناه هنا في العاصمة طهران محمد هو وجود يعني بعض الازدحامات على بعض محطات توزيع البنزين بسبب يعني تخوف الناس من استمرار هذه الأزمة لساعات أخرى أو لأيام قليلة، ولكن المسؤولين الإيرانيين يؤكدون بأن هذه الأزمة هي قيد الحل وقيد الدراسة، وبالتالي لا داعي للقلق. أي تخوفات من استمرارها لساعات أخرى. يتم الآن تقديم البنزين بسعر حر وليس بسعر الذي تدعمه الدولة. السعر الحر هو 3000 ثمن، ولا عفوا السعر هو 3000 ثمن، ولكن الدولة تعطي البنزين بشكل مدعوم للمواطنين بسعر 1500 ثمن لجميع الناس. طبعا هذه المشكلة لا تزال حتى الآن مستمرة، والجهات المعنية تقول بأنها تعمل على حلها. محمد مالك عابدة مراسل ميادين من طهران كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. نقلت وكالة أسوشييتد بريس عن مسؤولين أمريكيين ترجيحهم أن إيران كانت وراء هجوم الطائرات المسيرة على قاعدة التنف الأمريكية جنوب سوريا. الوكالة نقلت عن المسؤولين قولهم أن إيران قدمت الموارد وشجعت على الهجوم، لكن الطائرات المسيرة لم تطلق من أراضيها. ولفت المسؤولون إلى أن الهجمات نفذت على الأرجح بنحو 5 طائرات مسيرة محملة بالعبوات الناسفة، وأصابت الجانب الأمريكي من القاعدة والجانب الذي توجد فيه فصائل مسلحة. قلنا سابقا إنه إذا كان هناك رد فسيكون في وقت ومكان بالطريقة التي نختارها. أنا لست في واردي توجيه اتهام الآن، إلا أننا رأينا في السابق هجمات نفذتها ميليشيات شيعية تدعمها إيران، إلا أن هذا الهجوم كان معقدا ومتعمدا، وإلى الآن لا مؤشرات لدينا على إصابات في صفوف جنودنا. شدد رئيس هيئة الأركان المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري على أن عصر التهديدات الصعب انتهى، وأن اليوم هو عصر أفول قوة أمريكا في المنطقة وضعفها. وفي احتفالية للقوات المسلحة في إيران أشار باقري إلى أن هروب أمريكا من أفغانستان وبدء إجلاء قواتها من العراق وأجزاء من سوريا وتقليصها معداتها في الخليج مؤشرات على تراجع القوة الأمريكية. وأكد أن القوات الإيرانية مستمرة في استعداداتها لصد أي اعتداء، وأنها ترصد بدقة كل التهديدات. استمرار الحديث الأمريكي عن الخيار الدبلوماسي للتعامل مع إيران أثار القلق في إسرائيل. يأتي ذلك في ظل تشكيك مراقبين في حملة للتصريحات والاستعراضات الإسرائيلية بشأن عودة الخيار العسكري ضد إيران إلى جدول الأعمال الإسرائيلي. منال إسماعيل والتفاصيل. كلام الموفد الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي عن الخيار الدبلوماسي في التعامل مع إيران وملفها النووي حظي باهتمام واسع في وسائل الإعلام الإسرائيلية. كلام مالي يأتي على وقع كثرة التصريحات والتقارير في إسرائيل عن استعداد سلاح الجو الإسرائيلي لمهاجمة إيران وتنفيذ مناورات استعراضية لهذه الغاية. إسرائيل تستعد لزيادة حدة المواجهات العسكرية مقابل إيران، ونفذت مناورة استعراضية كبيرة لسلاح الجو، لكن الولايات المتحدة تطلق رسالة مختلفة كليا، وهي أنها مع المحادثات والكلام لا الأفعال، وإسرائيل قلقة من سياسة إدارة بايدن بشأن إيران. الولايات المتحدة مررت رسالة عبر روبرت مالي مفادها أنها تناقش ما سيحدث بالضبط إذا لم تعد إيران إلى طاولة المفاوضات، لكن صراحة محاولة إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات في فيينا تثير قلقا لدى مسؤولين إسرائيليين، وخشية من أن تواصل إيران بموازاة استمرار المفاوضات في فيينا تخصيب اليورانيوم والإسراع لتكون دورة على حافة النووي. الكلام الإسرائيلي عن الخيار العسكري ضد إيران ترافق مع أسئلة بشأن دوافعه واستمرار التشكيك بجدواه وفعاليته في ظل الموقف الأمريكي من جهة، وموازين القوى مع إيران من جهة ثانية.
القرار بتجديد التدريبات لهجوم في إيران تم بتنسيق مع المستوى السياسي. المنشورات هنا في إسرائيل والمصادق عليها من قبل الرقابة العسكرية بالطبع تهدف للضغط على العالم لزيادة الضغط الدولي على إيران. والأمر الثاني هو أن فعالية الهجوم الإسرائيلي ضد المنشآت النووية التي تعد القنبلة النووية لا تزال تشكل علامة استفهام بخصوص كيف سترد إيران وكيف سيرد حزب الله، وكم هو الوقت والسنوات التي سيعرقل فيها الهجوم الإسرائيلي على القنبلة الإيرانية المشروع النووي الإيراني. القلق الإسرائيلي من التعامل الأمريكي مع الملف الإيراني يأتي على وقع كلام رئيس الهيئة السياسية في وزارة الأمن سابقا عموس جلعاد عن فشل استراتيجية إلغاء الاتفاق النووي مع إيران وعدم وجود توافق دولي لإنشاء حلف عملي وحقيقي لمهاجمة إيران. فاصل قصير نتابع بعده النشر. من جديد أهلا بكم. في اليمن سيطرت قوات الجيش واللجان على منطقة الجديدة مركز مديرية الجوبة جنوب مأرب، وكانت مصادر ميدانية قد أفادت الميادين باحتدام المعارك باتجاه منطقة الجديد مركز المديرية وبتبادل القصف الصاروخي والمدفعي بين الطرفين في ظل إسناد مستمر للتحالف لقواته على الأرض. وقد شنت طائرات التحالف السعودي خلال الساعات الماضية 14 غارة جوية على الجوبة وغارتين على صروح. نجا قائد في قوات الرئيس عبد الرب منصور هادي من محاولة اغتيال استهدفته في تعز. مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز قال أن عبوة ناسفة زرعت في سيارة قائد جبهة الأقرود في مديرية المصراخ العقيد محمد العيد، وأنها انفجرت ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة جنديين. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة قد طويت وأن لا عودة إلى الحرب الأهلية في لبنان برغم وجود تعكير دائم للجو العام في البلاد. وخلال استقباله البطريرك الجديد لبيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، شدد عون على استقلالية القضاء في التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت وضرورة عدم تدخل السياسيين بمجراها. عون شدد أيضا على ضرورة العودة إلى اجتماع مجلس الوزراء سريعا لتحقيق خطوات عملية وجدية ولإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وعقب زيارته رئيس البرلمان نبيه بري أبدى البطريرك الراعي استهجانه لاستدعاء رئيس حزب القوات سمير جعجع إلى القضاء على خلفية كمين الطيوني، وأشار إلى أن زيارة بري جاءت بغية البحث عن حلول للواقع الحالي. الواحد بيستهجن هذا الموضوع لأنه اليوم يعني تستدعي الشخص لأنه أشخاص تابعين للحزب يكون هو مسؤول، شو عنده معطياته القضاء حتى يستدعي وهو للاستماع له بيقول شو معطياته؟ أنا ما عندي المعطيات، أنا بس بعبر عن الاستهجان. في سوريا تستمر الاشتباكات بين هيئة تحرير الشام ومسلحي جند الشام في ريفي إدلب ولاذقية، يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه تنسيقيات المسلحين استسلام قائد جند الشام مسلم الشيشاني مع 70 من مسلحيه لجبهة النصرة. ووردت مشاهد في مواقع التواصل تردد أنها لانسحاب الشيشاني الذي قالت أنه اشترط تأمين خروجه من جبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي إلى مكان آمن. إلى ذلك كشفت صحيفة تركية في تقرير لها أن أنقرة تجهز أكثر من 35 ألف عسكري من المحتمل أن يشاركوا في عملية عسكرية شمالية سوريا. صحيفة تركي جازاتسي قالت أن الاستعدادات تستمر لشن عملية عسكرية محتملة ضد حزب العمال الكردستاني شمال سوريا، وأضافت أنه جرى استدعاء قادة فصائل المعارضة السورية المقاتلة في مناطق عمليات درع الفرات ونبع السلام وغصن الزيتون إلى أنقرة، وأنه سيجري تنفيذ العملية على خطين رئيسيين بجيش قوامه 35 ألف فرد.
وكشفت وسائل إعلام تركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان كلف جهاز استخباراته إجراء مفاوضات سلام جديدة مع الكرد. وبحسب صحيفة زمان، أعاد أردوغان تنشيط جهاز الاستخبارات للمرحلة الثانية من أجل عملية سلام مع الكرد بعد الأولى التي كانت بدأت 2009. ووفقا للمعلومات، فإن المفاوضات هذه المرة سينفذها رئيس جهاز الاستخبارات حقان فيدان بتعليمات من أردوغان. كما لفتت إلى مزاعم تفيد بأن الطرفين عقدا اجتماعات متعددة في العاصمة البلجيكية. طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني وبألا تمضي قدما في مناقصات أعلنت عنها مطلع الأسبوع بشأن بناء نحو 1300 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. المتحدث باسم المفوضية الأوروبية قال إن المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الدولي، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أوضح باستمرار أنه لن يعترف بأي تغييرات في حدود ما قبل 67. في القدس المحتلة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي الحفريات وتجريف القبور في مقبرة اليوسفية شرقي البلدة القديمة لمصلحة مشاريع تهويدية. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لسيدة مقدسية تحتضن قبر ابنها رافضة الانصياع لجنود الاحتلال. أم علاء نبات روت للميادين معاناتها مع الاحتلال وكيف حاولت منع جنوده من جرف قبر ابنها. قعدوا يدفعوني عن ابني بدهم يجرفوا القبر، ما قدرت أنا أعمل إشي، بس بالنهاية حطيت حالي قدام الجرافة. بس بدي أوصل صوتي للناس وللعالم اللي بيصير فينا أهل القدس، بندفع ضريبة أي إشي، حتى ضريبة أولادنا، ضريبة الولد لما يموت ندفع ضريبة في كل إشي. يعني أنا فقدت 3 أولاد، 2 إلي في باب الرحمة ونفس الإشي عانيت معهم. أنا بناشد جميع العالم توقف معنا. المقبرة اليوسفية هاي مقبرة أجدادنا وأبائنا، يعني طول عمرنا بنقبر فيها، وين نروح يعني؟ هذا ابني علاء عمره 30 سنة، 30 سنة يا ما اعتقل، يا ما اعتقلوا الاحتلال، ويا ما انحبس، ويا ما يعني نكلوا فينا كثير إحنا كعائلة نبابتة. هم بطبعوا مع إسرائيل وإحنا يعني اللي ماكلينها. بندفع ضريبة أي إشي في حياتنا، حتى ضريبة لا بدهم يشوفوا مقدسي لا فوق الأرض ولا تحت الأرض. تذكير بالعناوين. البرهان يعزو قراراته إلى تجنب حرب أهلية في السودان ووجود عداء ضد الجيش، ومكتب حمدو يؤكد استمرار الإضرابات والعصيان. إيران تؤكد استئناف محطات الوقود عملها جزئيا بعد الخلل الذي تعرضت له. الجيش اليمني واللجان الشعبية يتقدمون في مأرب ويسيطرون على منطقة الجديدة مركز مديرية الجوبة. الرئيس اللبناني يؤكد أن لا عودة للحرب الأهلية في لبنان، والبطريرك الماروني يستهجن استدعاء جعجع للتحقيق. للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء.